دعت مالالا يوسف زاي أصغر فائزة بجائزة نوبل للسلام أونغ سان سوتشي الحاصلة على الجائزة نفسها إلى إدانة المعاملة المخزية التي تلقاها أقلية روهينجا المسلمة في ميانمار، متحدثة أن العالم ينتظر منها أن تتحدث. هذا وفر نحو 90 ألفا من الروهينجا إلى بنغلاديش منذ اندلاع العنف في ميانمار في آب أغسطس.